إلى عمان. مهرجان مسقط 2003 من 8 يناير إلى 14 فبراير. مشاهدينا ومعنا مذيعة أخرى هي شيماء أحمد الحمادي، مذيعة في تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بك على شاشة الفضائية المصرية. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم، وشرفتونا في السلطنة وخاصة في مهرجان مسقط. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك شيماء. شيماء أنا شايفك أول ما دخلنا بتقدمي برنامج هنا جوه المهرجان في قرية بهجة. نعم. عايز أعرف بقى البرنامج ده عبارة عن إيه؟ طبعا برنامج أطفال المهرجان مثل ما أنتم شايفين، هذا البرنامج شكل يومي. هذا البرنامج ينقل كل الفعاليات الموجودة في مهرجان مسقط، مهرجان بهجة للأطفال. طبعا برنامجنا يخص الطفل فقط، يعني هذا البرنامج أي فعالية موجودة في مهرجان مسقط في أي مكان. طبعا فعاليات مهرجان مسقط متوزعة في أكثر من مكان، فإحنا مختصين أن ننقل كل الفعاليات في أي مكان. أي فعالية تخص الطفل ننقلها عبر هذا البرنامج، أسئلة وجوائز وأسئلة عن طريق الإنترنت، غير كذا مقابلات مع العوائل، مع الأطفال، ومع الأطفال هم يلعبوا بالأماكن الموجودة بهذا المستوى. طبعا البرنامج تغير، كان موجود سابقا في مهرجانات مسقط، بس كل سنة يتجدد أكثر وأكثر. أنا شايف في كمان مسابقة ملك الجمال المهرجان. نعم، هذه مسابقة جديدة واعتقد انها اول مره تصير في مهرجان. في حد كسب ولا لسه ما لسه هذه بدايتها. المسابقة عبارة عن ايش؟ المسابقة في واحة الاحلام، في منتزه واحة الاحلام، عاملين احلى طفل واجمل طفل يدخل واحة الاحلام، واجمل فتاة تدخل واحة الاحلام. طبعا في لجنة مختصة بهذا الموضوع دارسة الموضوع، اللي حاب يشترك يروح ويسجل اسمه وبعدين يشوفه على حسب المواصفات ممكن يفوز. وطبعا الجائزة مغرية تقريبا، بالفتاة ممكن تفوز بخمسة 500 ريال وطفل ب 100 ريال، يعني جوائز كبيرة وحلوة، وهذا تشجيع انهم يدخلوا هالاماكن وكل واحد يحافظ على جماله. يعني شيماء طبعا انت كنت مشاركة في المهرجانات اللي قبل كده، ده المهرجان الرابع، فانا عايز اعرف الجديد بقى او الاختلاف اللي انت لاحظتيه على مدار الاربع سنوات. هو بالنسبه للاختلاف اختلاف كبير، يعني دائما من مهرجان لمهرجان الواحد يتعلم من اخطائه، واحد ياخذ الاشياء الايجابيه ويبتعد عن السلبيه. ففي هالسنه هذه بالذات انا لاحظت ان في اهتمام بالطفل بشكل كبير. يعني السنوات الماضيه ممكن كل الفعاليات كانت مختلطه، يعني فعاليات الكبار مع فعاليات الصغار. هالسنة غير، هالسنة عاملين مدينة كاملة متكاملة تخص الطفل، يعني اللي يدخل فيها الطفل ما يريد يطلع. ليش؟ لأنه مثل ما أنت شايف وإحنا ملاحظين أعزائي المشاهدين أنه في أكثر من قسم، قسم المطاعم، قسم الألعاب الإلكترونية، قسم السيارات، قسم المسرح، يعني أكثر من جهة. الواحد ممكن أي طفل يدخل ما راح يطلع، يعني هذا أعتقد اهتمام كبير، مو بس بتسليته، بتنمية عقله، يعني بتنمية مواهبه. فاعتقد اهتمام السنه هذه بالطفل اهتمام كبير، غير الفعاليات الثانيه والحفلات. يعني الحمد لله السنه احسها احسن سنه للحين. الحمد لله، وفي نهايه اللقاء بشكرك جدا وبتمنى لك كل توفيق ومزيد من النجاح لمهرجان مسقط ان شاء الله. ان شاء الله. انا سعيده جدا بهذا اللقاء الطيب، واتمنى انكم تزورونا. هذا طبعا دعوه من تلفزيون سلطنه عمان للشعب الطيب بمصر انهم يحضروا مهرجان فعاليات مسقط. حياكم الله.